الفائز في الانتخابات الرئاسية والرئيس المنتخب قيس سعيد. نحكي على نوف السعيد اللي كان البارح ضيفنا، والحوار الحقيقة كانت تناقلت أهم ما جاء فيه عديد المواقع في تونس وفي الخارج. نبدأ بالنقطة اللي تحكيت زينة في النهارين الأخرين من طرف حملة المترشح عياشي زمال في علاقة بالتهدئة السياسية. فنوف السعيد يقول كونه التهدئة السياسية هي موجودة حاليا ويلزم تتم المواصلة فيها، بما أنه البلاد ما عادش تتحمل المناكفات السياسية ولازمها تكون تدخل في فترة الهدنة هذه. ويقول كونه لحظة 25 جويلية هي تمثل لحظة التقاء ويمكن البناء عليها. هل ماشيين في تهدئة سياسية شاملة؟ قلت لي موجودة تهدئة سياسية شاملة. يوم 6 أكتوبر المفروض أنه اللي عنده حجرة في يده لوح، والتظاهر والحق في التظاهر هذا حق مكفول دستوريا. وحتى حد ما ينجم يمنع حتى حد من التظاهر. تعبيل على احنا امننا بالصندوق ونؤمنوا بالصندوق، ونأكد لك اللي الصندوق هو اللي يتكلم. الحقوق والحريات هذه مضمونة وبتبقى مضمونة. انا اكدت على مسألة، هو انه مرة اخرى التشكيك في الانتخابات وفي النتائج متاع الانتخابات بعد استيفاء الطعون القانوني ومواصلة التشكيك فيها يعني يطرح أكثر من سؤال. تولي المسألة قد ومناش هذايا تولي تمس أمن دولة كامل وأمن شعب كامل، لأنه راهو مسألة النتائج الانتخابات ماهيش لعبة، والناس اللي تقدمت الانتخابات زاد كيف هذومك ما همش غبار متاع أشخاص معناتها زوز ملايين وخمسمية معناتها صوتوا السيد الرئيس. نجي نقولوا راهو ما يسوى حتى شيء، يلزم التحلي بروح رياضيه والقبول بالنتيجه في نهايه المطاف، لانه في نهايه المطاف ثم رابح وخاسر معناتها في اي انتخابات، وهذه امر معناتها يلزم القبول به، معناتها ما فيش حتى نقاش، وهذه القاعده قاعده اللعبه الديمقراطيه. راجعين بأكثر تفاصيل. العائلة لا تتدخل في قرارات رئيس الجمهورية، هذا طبعا رد على برشة تصريحات من الداخل وأيضا من الخارج في علاقة بالعهدة الثانية لرئيس الجمهورية قيس سعيد. التفاصيل هذه وغيرها رجعنا عليها بعد ما نرفع لحضراتكم أذان الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بالبنت العريض، تحياتي لكم. هذه بالبنت العريض استوديو الوطني من توحد الماضي ساعتين غير دارجين. ضيفنا الساعة الثانية مدير حملة العياشي زمال الأستاذ رمزي جبابلي، تحياتي مجددا اللي تحقوا بنا توا في الاستماع. راجعين بأكثر تفاصيل معاك رفيق دريدي في بالبنت العريض على تصريحات ضيفنا البارح. مكملين زينا مع تصريحات نوفل سعيد مدير الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب قيس سعيد اللي كان ضيفنا البارح في استوديو الوطنية، الحديث على التهدئة السياسية اللي قلنا كان طالب بها حملة المترشح لرئاسية العياشي زمال. فيقول نوفل سعيد كون التهدئة موجودة حاليا ويلزم تتم المواصلة فيها، البلاد ما عادش تتحمل المناكفات حسب كلامه، ويلزم يكون فما التقاء على لحظة 25 جويلية اللي جدد الشعب كلمته بخصوصها نهار 6 أكتوبر. هي التهدئة السياسية موجودة، والمطلوب أنه تركيز وتثبيتك، هذا مطلب ملح، وأكيد يلزمنا الكل نغزره وننظره في اتجاه آخر غير اتجاه المناكفات والتجاذبات إلى متى باش تقعد. ما نجموش نواصله على النمط هذا إلى ما لا نهاية له، يلزم البلاد تدخل في فترة التهدئة وهذا مطلوب. واليوم الشعب التونسي قال كلمته، وقال كلمته بشكل واضح وصريح، وأعتقد ونقولها مرة أخرى، وأنه الشعب التونسي اليوم بانتخابه الرئيس قيس سعيد بهذه النسبة العالية أكد بكل وضوح أنه المنطلق هو 25 جويلية 2021. أنا في اعتقادي اليوم ينبغي البناء على هذه اللحظة، هي لحظة فارقة في تاريخ تونس، أتكرس فيها المشروع الوطني في بداية تونس، ما فيهاش شعب قيس سعيد والآخرين، تونس هي لكل التونسيين مهما كانت المشارب الفكرية متاح نجم ونختلف، لكن لحظة 25 جويلية كانت لحظة فارقة تشكل قاعدة قيمية عن سوكل دو فالور ريبوبليكان، جمهورية جديدة يمكن أن نلتقي حولها. هذا هو تهدئة شاملة اليوم، وما بعد 25 جويلية هيت نلتقي، وما التقيناش بعد 25 جويلية نلتقي وبعد 6 أكتوبر وبعد نتائج الصندوق باسل ترجمان. يعني ثم حاجتين مهمات في البداية. الحاجة الأولى أنه ثم أطراف من خارج تونس تريد أن تبقى الأزمة متصاعدة، خاصة أنه هي كما نقوله قاعدة في راحة عقلها وشيخة وأمورها هانية في باريس ولندرا واسطنبول شيخات وفلوس وإلى آخره، وفما ناس تحكي على أطراف تونسية أو أطراف في الخارج. أوكي. وثم أطراف، وهذا يرينا البارح واضح في تدوينه للسيد رمزي جبابلي رئيس حملة المترشح على العياشي الزمال، عندما قال أنه الناس مرحبا بي، أنه الناس اللي أنا حقيقة يعني ما فاجئتنيش، أما نحييه على الشجاعة اللي يعني تحلى بها، اللي قال أنه ناس قالوا مشاو في باريس باش انتخبوا، قالوا له باش ندعموا العياشي الزمال، مشاو انتخبوا قيس سعيد، ومن بعد قالوا له برا خلي العياشي الزمال يشكي، هم يطعن في النتائج. نعم يطعن، هم بالنسبه ليهم انه ما يهمهمش اللي موجودين في تونس كان يتحرقوا، هم ما خاسرين حتى شيء، هم عايشين في راحه عقلهم وشيخين. هذه الحاجه. الحاجه الثانيه زاد المهمه هي انه رينا البارح رساله وجهها شخص اسمه عبد اللطيف بن هديه إلى سيد رئيس الجمهورية وتم نشرها، هي يطالبه فيها بإصدار عفو تشريعي عام عن من ارتكب جرائم ومن ترتكب تجاوزات. يعني البارح كتبها ونشرت، من جايب حاجة سرية كما يقولوا. وبالتالي هذا يعكس أنه ثم أطراف اليوم فهمت الدرس بعد نتائج انتخابات 6 أكتوبر وتريد البحث عن تهدئة، لأن التصعيد الذي تريده أطراف في الخارج لن يدفع ثمنه اللي هم في الخارج، خاطر هم هاربين وكلهم جنسيات أجنبية والأخير ما همهم شيء، ولكن سيكون الثمن على حساب من هم بالتالي. وبالتالي فما أطراف تقول لك نحن ما يلزمناش نكونوا يعني لحطب
اللي يحبوا يشعلوا فيه المعارك وهم قاعدين شيخين في راحة عقلهم. بمعنى اليوم تعتبر التهدئة السياسية وخلينا نكون واضحين بس الترجمين وقلوها بكل صراحة، أول مرة يتم الحديث من طرف السلطة أو أنصار السلطة أو الداعمين لها عن تهدئة سياسية، فواضح توجه جديد في العهد الجديدة للرئيس قيس سعيد، ماشي نخلي البلاد ترك حبيبي معنا إيه؟ الحاجة الثانية، منذ 25 جويلية نعم إلى يوم الناس هذا لم يشتبك الرئيس قيس سعيد مع أي طرف سياسي، الأطراف السياسية هي التي سعت للاشتباك وصناعة الأزمة معه، هو الرجل صاحب فكرة، هذه الفكرة أراد تطبيقها، هم من اشتبكوا معه، لم يشتبك الرئيس على امتداد طول الفكرة، لم يذكر طرف سياسي بالاسم، يعني زمنا نفهم الحكاية هذه ولكن لمح. لا لمح عادي لأنه الناس هاجم علي صباحا مساء ويوم الأحد، ولكن اليوم نشوفوا أنه الأطراف هذه وخاصة الأطراف اللي كانت تعتبر روحها أنه قادرة وفاعلة وقادرة أن تفشل الانتخابات وقادرة أن تغير في نتائج الانتخابات تجد روحها خارج الإطار، يعني اليوم القوى اللي كانت تعتبر روحها أساسية في السياسة التونسية أصبحت خارج الإطار، وبالتالي هل ستستمر إلى أن تندثر أو ستحاول الحفاظ ومن مصلحتها التهدئة لخدمة لمصالحها أكثر من مصلحة يعني السلطة، السلطة في موقع قوة اليوم وهي تتحدث عن التهدئة من منطق القوة وليس من منطق الضعف، وبالتالي من مصلحة الضعيف أن يبحث عن التهدئة وليس من مصلحة القوي البحث عنها معه. هي من مصلحة البلاد إجمالا بالتأكيد التهدئة عنا برشا نقاط خاصة الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي، الرهانات هي تنحقوا اكتفاءنا الذاتي وهي تنقدموا أهم بكثير اليوم ربما من الصراعات يزينا سيخذينا مطولا المناكفات، حكينا عن المتآمرين، حكينا عن الأجندات الداخلية والخارجية وغيرها، وقيت البلاد تركح اليوم هي تقدموا هي مؤسسات الدولة هي تنصلحوا الإدارة التونسية هي تنقضيوا على المشاكل الهشة والتشغيل الهش دايوغ أحكي عليه حتى ضيفي البارح وبش نحكيه عليه بعد شوية خالد كرونة، وقيت تهدئة سياسية فعلا اليوم كلمة تهدئة ترجمتها ترجمتها بالنسبة لأي بلاد توقع فيها انتخابات رئاسية كما وقع في تونس نعم ترجمتها هي طي الصفحة القديمة والنظر إلى المستقبل هذا هو. ترجمتها هي محاولة صناعة وفاق اجتماعي تعاقد اجتماعي جديد على أساس علاقات معناها أجد شنو معناها الحديث هذا ترجمته في الواقع شنو هي المآخذ الكبرى اللي كانت خلال الفترة السابقة خلينا نفركوها احنا الرمالة المشكل واحد من المشاكل الكبيرة اللي هو مس فئات كبيرة من الشباب ومن الصحفيين والمدونين هو مشكل المرسوم 54 خليه ما تحكيش فيه جايين وخاطر عنا بلوكي من المرسوم 54 هذه واحدة من الرسائل السياسية المهمة اللي واجب السلطة أنها تقدم فيها رسالة جيدة في الأمد المنظور أنا جيدة الحاجة الثانية يعني تسوية أو إعادة النظر في صياغة شروط العلاقة ما بين السلطة السياسية وما بين الفاعلين الاجتماعيين ما هوش معقول باش نقعد ونستمر خسبيوا الأشياء بمسميات الفاعل الاجتماعي يساوي من؟ يساوي بالأساس المنظمات الكبرى يعني الاتحاد العام التونسي للشغل يعني نقابة العراف يعني يلزم يكون ثم حالة حوارية مع الأطراف هذه مش حالة متاع إنكار وحالة متاع تجاهل وحالة متاع استبعاد انت باش تمشي بلاد 5 سنين وعندك طموحات عالية في انك تحدث تغييرات عميقة هيكلية وتمشي خطوات نحو الدولة الديمقراطية الاجتماعية وهذا هو خطاب تاع السلطة وهذا هو التمشي المعلن اللي سمعناه حتى البارح في عند ضيفك نعم. هذا شنو يستدعي ما نجمش يعمل واحد برك مثلا معناها ما نجمش يكون اي شخص حتى لو كان رئيس الجمهورية عهد المهدي المنتظر انتهى وعهد المخلص الفرد انتهى هذا كله من الماضي الان باش نجمو تقدم بلادنا يلزم تكون ثم التهدئة هذه تتحول الى ممارسة سياسية واضحة في اتجاه الاطراف الاجتماعية وفي اتجاه الشباب وفي اتجاه النساء وفي اتجاه هذا الكل هذايا الكل ما ينجمش يتم عندك صورة سابقة لحقبة زمنية معينة عشنا فيها ريت فما نوعا ما
وحتى بشهادة بعض الأطراف من الداخل. أنت كي تقول السلطة اليوم ما تنجمش تقدم وحدها، معقول باه نشاركوا كل الأطراف، أما مش بما الطريقة اللي ريناها. مش كأنا وياك ما نتفاهموش نمشي خرج لك الورقة الحمراء تاع الإضرابات ونبارك لك البلاد مثلا. لا لا شوف، مش أنا نحكم، هات أنا نعين معاك مسؤول ووزير ولا تقول المسألة هذيك. ما نحبش ندخل تفاصيل المسألة هذيك، عندها علاقة بحاجة في السياسة اسمها موازين قوى. السياسة راهو ديما مبدأ ومناورة وموازين قوى. هذيك كانت ثم موازين قوى معينة في البلاد، وثم أطراف وجهات معينة كانت عندها مصلحة أنها ترفع الأسقف أو تخفضها بحسب الظروف. الأمر الآن قد تغير. نعم. وبين مناسبة ما يلزمناش ننساو اللي هذه حكاية التهدئة راهي زاد ما هيش منا من السلطة السياسية. راهي ضرورة هذه كانت حب تنجح السلطة السياسية يلزمها تعملها، يلزمها تتجافت يعني نحو تنقية الأجواء. تنقية الأجواء مش معناها زاد التخلي عن المبادئ، مش معناها نجيبوا احنا ناس متورطين في جرائم مع جهات أجنبية ونسيبوهم ولا نعفيو عليهم. مش هذا القصد، ولا نجيبوا إرهابيين نخرجوهم من السجون. بس الترجمين نخزر فيك هكا في نقطة التعليق. لا باش حاب يتفاعل. لا 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 فما حاجة بإيجاز خاطر باش نقدم لقيت الماضي. لا لا فما حاجة خاطر لازمنا نفهموها. هي أنه يعني رغبة التهدئة السياسية عليها أن تفهم من منطق أن السلطة ليست ذات عندها مع اهتمام للصدام مع أحد، ولكن لن تتوانى في ان تضع كل من يحاول الصدام معها في يعني اين في في فيما يستحق من مقام. وبالتالي انا قلت لك هي الحكايه اليوم انه نحن شنو اليوم ماذا نريد. هذا السؤال المهم في تونس. هنالك اطراف داخل تونس فهمت الدرس، فهمت انه بشكل واضح، فهمت كيفاش عرفت بس ترجمين، فهمت الدرس، فهمت الدرس على خاطر رات انه 2.5 مليون مواطن هو اعلى نسبه انتخاب لرئيس في تاريخ تونس. هو رئيس قيس سعيد تحصل على 2,777,000 في الدور الثاني، لكن كدور أول أي في الدور الأول حصل على 730. أكبر رئيس حصل في التاريخ في الدور الأول. في الدور الأول أي نعم، خاطر ماش دور ثاني، كان ثم دور ثاني راهو ينجم يجيب 5 ملايين. نفس الأصوات ما بعتش بهم برشا، راهو أصواته في 2019 في الدور الثاني وقت. نعم، ولكن هوني هذه فندت حكاية مهمة برشا على خاطر نعم. كانت أطراف في 2019 تقول الحزب السيادية الفلاني صوت له وطلعوا هذايا، هذوما لا، هذوما هم أنصار قيس سعيد الذين بقوا أوفياء على عهد قطعوه له. لا وقطعه مش كل باسل لا، وللأمانة الناس والأصوات اللي صوتوا القيس سعيد، ونرجع ديما للديتاي اللي قدمته سيغما كونسي واللي حتى أكدته لي هيئة الانتخابات وقت تحاورنا نعم. معهم في أكثر من مناسبة على الاستوديو الوطني في 2019 كان فما فئة الشباب نعم اللي صوتت أكثر عن 2019، أعطت أصوات أكثر القيس سعيد. في المقابل الجديد والملفت للانتباه المرأة وصوت المرأة أسنى نعم. في انتخابات الرئاسية 2024 أعطت صوتها بكثافة لقيس سعيد، أكثر فئة نساء صوتت لقيس سعيد ومعطيات إحصائية سمحني والأعمار أكثر من 36 إلى 60 عام. كيف كيف الكهول الموظفين والفاعلين على خاطر هذوم الناس الذين تضرروا رفيق فهمتني اللي تضرروا من عشرية الخراب في تونس. نعم. هذوما الانسان اللي شافت اولادها مشات تتحرق مشات في الحرقه اللي شاف اولادهم مشاو اختفوا في سوريا، كل هذوما الناس اللي دمرت مستقبل اولادها هم اللي اعطوا. بالمقابل الشباب علاش انتفض في 2019؟ نعم. خاطر الشباب اللي هبطتي الظاهر وفرحان مع قيس سعيد في نهار الأحد وما مشاش صوت لأنه كان مقتنع أنه قيس. أما في 2019 الشباب هو اللي انتفض لمنع مرشح اللصوص والانتهازيين والفار ومن نهبوا تونس أن يكون رئيسا لها. في علاقة بنسبة مشاركة الشباب فقط وتصويتهم لرئيس المنتخب قيس سعيد من عدمه، هو فما مجموعة من التفسيرات اللي ظهرت اللي تقول كونه فما شباب كانوا متأكدين كونه رئيس قيس سعيد باش يفوز في الانتخابات. اللي اسمهم الناخب الكسول، فئة الناخب الكسول نعمل عليك أنت باش تنتخب في بلاصتي ولا هو شايف الانتخاب بالوكالة كيك. نعم. فما سي باختورة في برشا بلدان فما الناخب الكسول. في التحليل من شزم يعني اولا ثم معناها خبرات في علم الاجتماع نعم. تحتاج انها تاخذ شويه وقت باش تعمل تحليل جدي وعميق للمؤشرات الانتخابيه هي مؤشرات اجتماعيه نعم. اما الحاجه الفارقه اللي هي مؤكده على الاقل بالنسبه للانتخابات 2019 أيوة. انه الموقف الشبابي كان وقتها مايل مع قيس سعيد لانه قدم نفسه باعتباره انتي سيستم، باعتباره خارج المنظومة، مرشح من خارج المنظومة. اليوم السؤال اللي الجوهري هل أنه
هل لأنه من الممكن أنه بالتدريج المنظومة هذه اللي هي خرج عليها استطاع أن يتخلص منها أم لا؟ السؤال الموجود هو خطر توه هو ولا أنصاره ولا كنا نعود نسأله أخوه ولا نسأله، يقول لك إحنا 3 سنين ما كانوش كافيين للتخلص من المنظومة به ولإنشاء منظومة جديدة. الرهان، وهذا قلته بالأمس، الرهان هو أنه في عهدة متاع 5 سنوات هل يمكن فعلا أن نفكك منظومة فاسدة قديمة يعني هيمنت على البلد؟ نعم. وراه كنا نتحدثوا على حاجه باش ما يبداش كلام انشائي، راه الحكايه مش مشاعر هي وشخص هذا باهي تحكي على الاذرع. احنا نحكيوا على السياسي الناجح في العالم هو السياسي الذي يستطيع ان يقدم بدائل ونتائج اقتصاديه ويحسن مستوى وجوده حياه الناس. قل قائل في 3 سنوات وفي وسط المعمعة اللي صارت اللي كنا نحكيوا عليها اللي يلزم تو تصير تهدئه وتصير طي الصفحه نتاعها، ثم مبرر وينجم يجيب رئيس الجمهورية وكل من معه وكل مؤيديه، ينجم يجيبه 1000 مبرر ومبرر لأنه الأداء في هذه الأمور كان أداء محدودا. يقول كتر ثم برش اليوم أنت عندك تصويت سحق، اليوم أنت عندك يعني مشروعية أعلى برغم كل الانتقادات التي توجه للانتخابات وللمسار والمسار الانتخابي نقصد وما إلى ذلك، على خاطر في نهاية المطاف أي مراقب يقول لك به وبرا خلاو المرشحين الكل تقدموا النسبة متاعه كانت باش تنقص 10% 15% صندوق قال كلمة باقي معناها يعني الحكاية هذه تو علماء الاجتماعي يبحثوا فيها وعلماء الإحصائيات ثم معناها ناس مختصين في علماء الإحصاء لكن في الدراسات الإحصائية، لكن نحكي وإحنا على المستقبل، المستقبل راه يتبنى من هنا. الرهان الآن الصعوبة مش على المعارضين تو، الصعوبة تو على السلطة السياسية لأنه هي رفعت شعارات وهذا ما سأل وهذا هو اليوم المقياس نتاع العهد وهذا واضح ونواصل معك سي رفيق. نواصل زينة ونقطة أخرى كانت تحدث عليها نوفل سعيد مدير حملة رئيس المنتخب قيس سعيد هي علاقة رئيس الجمهورية برجال الأعمال والمبادرة الخاصة. فنوفل سعيد يشدد على أنه الرئيس ما عندوش عداء بتاتا مع المبادرة الخاصة، إنما هو ضد توظيف مقدرات الدولة لأشخاص بعينهم ولصالح لوبيات. بالنسبة للمترشح قيس سعيد وبالنسبة للسيد الرئيس ما عندوش عداء بتاتا وإطلاقا بالمبادرة الخاصة، عمره ولا كان هذا توجهه، بل بالعكس هو فقط كان ضد أن تتوظف الدولة وتتوظف مقدرات الدولة لخواص بعينها لمجموعات ضغط للوبيات. اليوم يلزم قبول بفكرة كونك يمكن أن تنجح في تونس اقتصاديا وتربح بدون ما يكون هنالك استيلاء على مقدرات الدولة وتوظيفها من أجل لوبيات من مجموعات ضغط ومن أجل مصالح خاصة وضيقة. اليوم الفاعل الاقتصادي كيفما كان سواء تونسي أو أجنبي يلزم يخدم ويقدم العباد ويستثمر ونرفع قدامه العراقيل بشكل أنه يستثمر وهو مطمئن على الاستثمار متاعه. رجال الأعمال الحلقة الأهم والأبرز اليوم في علاقة طبعا بالاستثمار، عجلة الاقتصاد وشكون يدورها؟ خالد كرونا الكلام اللي كنت تدخل فيه منذ قليل حيث نشوفوا ماذا سيحدث وغيره وعلاقة النظام خاصة لليوم. الرهان الأكبر مش للنظام فقط بل للدولة التونسية حكومة ومعارضة واللي صغير والكبير، اليوم الرهان اقتصادي بالجميع، ينجحوا الكل ينغلقوا الكل الله لا يقدر. فبالتالي واضح الخطاب والخماسية كيف ما نسميوها وين ماشي اليوم. رانا ماناش ضد رجال الأعمال، وأول مرة يتقال الكلام هذا صراحة، الرئيس كان قالها في فترة ما في علاقة بالصلح الجزائي وغيره، كان ثم تحدث حتى كان ربما بشكل متشنج كي قال وينو الاستثمار شبيهم ما استثمروش هانا مخلينهم باش يستثمروا. في المقابل البارح مدير حملة نوفل سعيد وضحها وقالها بكل وضوح، الرئيس ليس ما عنده حتى مشكل وليس معارضا لرجال الأعمال. وتحدثنا رجعنا خاطر الاكستريم نجموش ناخذوا برشا كلام، ولكن حكينا على الظروف الاستثمار كيفاش باش يمشي عبد ياخذ كريدي باش يستثمر يدور لك عجله الاقتصاد وانت مطلع الفائده المديريه 3 ولا 4 مرات في 2 سنوات متتاليه وغيره، هذا كله على وعي بها اليوم النظام. خالد كرون
شوف معناها انا ما نفهمش لواش لواش قال اللي هو الرئيس موش ضد المبادرات الخاصه موش ضد خاطر هذا اللي قاعد يتقال في العلن من اطراف ولكن حتى حد ما سمع حتى مره معناها احقاق للحق وهذا ليس يعني ليس ما ما وما ثماش رئيس ينجم يجي يحكم في تونس مبقات على نظر على اسمه ينجم يقول الكلام هذايا لانه الاقتصاد ماهوش مبني على رغبات الافراد مبني على وقائع موجوده على الارض انت شنو اللي عندك وهذه هي المشاكل اللي زيدوا تخمم فيها العباد عندك بلاد بالأصل هي بلاد فلاحية تحب تنجح في الاقتصاد يلزم أولا تلتفت إلى حل مشاكل الريف كي تحل مشاكل الريف معناها تحل أكبر كومبانيا أكبر شانتي تنجم تعمله باش تحسن الوضعية متاع الفلاحة اللي هي ما هيش بالحلول التقليدية اللي تعمل فيها الحكومات السابقة لأنها تبحث على حلول تقنية حلول تقنية إيش معناها معناها يجيبوا ورقة يحطوا له خط في الوسط شنو اللي باش يدفع وشنو ما ينتظر يعني يعني يسموها اكريتور كونتابل ما هيش هذيك تخدم بها الميزانيه خاطر هذيك تخدم بها على المستوى التصورات في الواقع تغيير الواقع هو تغيير هياكل الاقتصاد الرثه اش معناها معناها ان نعملوا خطه كيفاش نجموا نخلطوا في بعض في عدد معين من السنوات شنو الواقع واقع الزراعات نتاع الزيتين شنو مصلحتنا احنا نراجعوا اختياراتنا شنو مصلحتنا باش نمشي وننتجوا برتقال في 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 القروان ولا برتقال في وقت اللي هو يبدد الثروه المائيه شنو هي مصلحتنا باش ثم اختيارات كامله يلزمها تتراجع بعلاقه بالاكتفاء الذاتي وبعلاقه بمؤشرات الاقتصاد هذا واحد تجي تشوف حكايه المؤسسات والاستثمار في في, في الشركات نجيو نشوفوا احنا شنو الارقام اللي عندنا احنا عندنا بلاد تشتكي من الاقتصاد الموازي شنية الإجراءات اللي عملناها باش نوقفوا العجلة متاع المافيا التي تهمنا الاقتصاد الموازي العجلة تتوقف وقت اللي أنت تعمل إدارة حكيمة وإدارة مرقمنة في اللي في الموانئ الخمسة الكبرى في اللي سانك جرون بور في تونس اللي هو شيء مازال ما تعملش واللي هو ممكن يتعمل وقت اللي أنت تعمل إصلاحات حقيقية في مناخ الاستثمار اللي سمعناه يلمح له سينوفل إيش معناه مناخ الاستثمار أنت عندك 96% تقريبا ولا 95% من المؤسسات هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة وعندك مؤسسات أقل منها 4% فقط هي المؤسسات الكبيرة معناها بلغة الاقتصاد اللي تشغل من 200 فما فوق صحيح المؤسسات اللي هي المؤسسات هذيك اللي هي قاعدة تستأثر بأكثر من 70% من التمويلات من البنوك يعني أنت عندك اقتصاد قائم على حماية الكبار و وضع العراقيل أمام الصغار النتيجة هذه أنه الإجراءات العاجلة وإحنا تتفكري تناقشنا في وقت من الأوقات في الإصلاح اللي صار في القانون في الفصل 411 متاع قانون الشيكات كان بيودنا لو أنه ما صار شكاية يلزم تتنحى الحكاية جملة وحتى القانون اللي تعدى هو قانون ناقص وسيضطر المشرع ذات يوم ليعود لتغييره وقت اللي أنت تحب تحل الباب أمام الاستثمار تغير القانون متاع استقلالية البنك المركزي ثم إجراءات عميقة يلزمها تصير وقت اللي احنا نشوفه البرنامج هذا بدأ يتضح معناها باش نلقاو بلادنا بدأت تدخل وجهها نحو الطريق الصحيح معناها لاحظي اللي بالاستثمار باش نبسطوا الحكاية نحي الإجراءات الزايدة اللي هي ممكن باش تصير تفتح المجال أمام التمويل وخاصة تغير القوانين البالية باش ينجموا يلقاو روحهم في المرشي البيروقراطية الإدارية باسل ترجمان التشريعات البالية اليوم وبرشا كلام حتى يقال من هنا وهناك من رجال أعمال من مستثمرين ومن المعارضة اليوم المناخ السياسي والنظام يعتبروه ماهوش في علاقة طيبة أو ربما في قطيعة خلينا نقولها مع رجال أعمال البارح وضح مدير الحملة سي سعيد وأنه اليوم راهو رئيس الجمهورية وفي عهده الثانية واضح وقالها بالبنط العريض ليس له أدنى مشكل مع رجال الأعمال ومع دفع النسق الاستثمار بالعكس لازمنا يعني نعرف حاجة أنه رجال الأعمال الفاسدين اللصوص اللي هاربين من تونس هم اللي أعلنوا الحرب على الرئيس قيس سعيد وليس هو الحاجة الثانية يعني أنا وهذه بشوفه قبل 5-6 شهور كنا في لقاء كان حاضرين صدفة في أحد المقاهي عدد من رجال الأعمال فقام واحد منهم قال انه يعني نحن ما عندناش محبه او ما عندناش تعاطف مع الرئيس قلت له هذاك حق اما نحب نسالك سؤال قال لي شنو قلت له من يوم ما انتخب قيس سعيد رئيسا جاكش واحد المكتب نتاعك كيما عمل معاكم
وهاني نذكره بالاسم يوسف الشاهد وقالكم يا تحط 5 مليارات يا 10 مليارات يا تو نعملك قبل حملة الانتخابية. حملة الانتخابية. صحيح. قلت له أنتم اللي دفعتوا عشرات المليارات. برشا أطراف. نعم. كل. عشرات المليارات. ونتذكروا المرشحين في فترة هذا ما. هذا الحزب وذاك الحزب. فما رجال أعمال ونكمل كلامك خالد كرونا شكرا ذكرتني باسل ترجمان وقت اللي قلت شكون قال هو اللي بالأساس فما مشكل وقت اللي تم الحديث أيضا في حملات انتخابية. أكثر من طرف سياسي لأنه فما واجب تحافظ أنا ما أقولش أنا أقول مشاو مولوا حملات تيتيريناهم الحملات الانتخابية ممولة خذوا مقرات أعطاوا فلوس هبطوا رجال أعمال معروفة سيارات واجتماعات ومنصات ومعدات مازالوا أحياء هذوما كلهم مازالوا أحياء قلت لهم أي واحد يجيكم للمعمل متاعكم أو للشركة يقولكم أنا من جماعة قيس سعيد وأعطوني فلوس ربطوه أعطوه طريحة وهزوا للبوليسية أي خاطر باس الوقت علاش فما رجال هذا قلت في الإعلام وأنا هنا أنزه لا خاطر هذوما ناس متحيلين ناس لصوص متحيلين حبوا يستعملوا اسم الرئيس قيس سعيد ما مشاوش للجميع باس الترجمان مع كامل احتراماتنا لرجال الأعمال والناس اللي تستثمر وراه الاقتصاد اليوم بالحق لأنه مستحق البلاد رجال الأعمال وينزل من شيطنة رجال الأعمال وخلي العباد تخدم وخلي البلاد تقف على ساقيها ولكن الناس اللي تفاوضوا معاهم في فترة ما بعض الأطياف السياسية تفاوضوا مع رجال الأعمال متهربين من الجباية وتغولوا واخذوا حاجة دون وجه حق دونو خلاهم يدفعوا 10 أضعاف ما كان يمكن أن يؤدوه للدولة اللي هم كان سوى وضعيتهم برأس مرفوع لأنهم تعلموا أنهم جميعهم لصوص مع بعضهم واللصوص يتقاسموا السرقة ما يتقاسموش الخير وبالتالي اليوم ليس هنالك مشكل مع أي رجل أعمال يستثمر يربح إن شاء الله ألاف عشرات ألاف المليارات صحة وفرحة بما أنه هو يقوم بواجبه الضريبي يقوم بدفع حقوق العمال والموظفين اللي عنده للصناديق الاجتماعية وتكون أموره واضحة هذه هي الحكاية وهذه الحكاية في عشرية الخراب كان يدفع تحت الطاولة للأحزاب باش يتهرب من الباقي ونشوفوا نسبة التهرب في دفع للصناديق الاجتماعية حقوق العمال والموظفين وكيفاش تباعوا هذوكم الناس الفقراء المسحوقين وتكلات حقوقهم نعرفوا أنه كانت كلها عبارة عن مجموعة لصوص تلتقي على سرقة المال العام وعليها اليوم سيبوا البلاد تخدم خليوا رجال الأعمال ربيعين على رواحهم ما عادش نقعدوا كالتصريحات هذا فلان ما ينتجش وهذا ينتج والناس كل حتى هما راهو رجال الأعمال صحيح ربي كثر مالهم ولكن حتى هما راهو عندهم صعوبات راهو ياخذوا قروضات كبيرة كيما أنت كموظف تاخذ قرض صغير على جرمك هو ياخذ قرض كبير على جرمك والناس كل مطالبة تخلص الفائدة المديرية فهلا. لأول مرة تنخفض نسبة التضخم في تونس إلى أقل من 6-7% وهذا مؤشر على أنه من واجب البنك المركزي اليوم واعتقادي أنه يعني الأمر يسير إن شاء الله بتخفيض نسبة الفائدة نصف نقطة النصف نقطة هذه إن تم تخفيضها من هون لآخر العام ستساهم في دعم كبير للاقتصاد التونسي خاصة وأن المؤشرات هذه اللي فما شكون عندهم بعض الخبراء عندهم جدل يقول لك نصف نقطة ما هيش كيف اللي دفع الاستثمار خاطر ديما باش يقعد الفائدة المديرية نعم ولكن خير ما تقعد وقت اللي تنقص نصف نقطة شوف هذوما الناس اللي ما عجبهم شيء يقول لك مش ما عجبهم شيء ما الناس تكلمت اقتصاديا على شكل اقتصادي هذاك الممكن اقتصاديا في ظل يعني ما تحقق اقتصاديا بالنسبة للمداخيل العملة الصعبة بالنسبة لأداء الاقتصاد التونسي بالنسبة لانخفاض التضخم في تونس يمكن أن يكون هناك تخفيض بنسبة نصف نقطة من هون لنهاية على كل فمها مشروع مقترح على أنظار معروض على أنظار البرلمان في دورتهم البرلمانية الجديدة بعد أداء اليمين للرئيس قيس سعيد أمام أنظار البرلمان وبعد استيفاء طوعون وغيره من بين القوانين المطروحة مقترح لمراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي في علاقة باستقلاليته وربما أيضا مقترح حول التيمم سي رفيق واصل نواصل وزينة مع تصريحات نوف السعيد وفي موضوع آخر نحكيه على المرسوم 54 المثير للجدل وكان نوف السعيد البارح تقريبا في آخر الحوار أعطى موقفه من المرسوم هذا يقول أنه مع تقنين مسألة التدخل في الفضاء العام بصفة عامة إلا أنه المرسوم 54 ماهوش قرآن منزل حسب تعبيره في أقل من 20 ثانية باش نعطي الكلمة للأخبار المرسوم 54 اللي حتى في الحملة صادفكم هل المرسوم 54 ماشيين فيه التنقيح في النواب كمواطن تونس معاه ولا ضد معاه تقنين مسألة التدخل على الفضاء العام اللي في بعض الأحيان يعني مش في كثير من الأحيان وحتى في الحملة شوف هتك أعراض عباد
فهمتي بطريقة يعني وحشية متوحشة هذه ممنوع. دي مسألة العقوبات. أيوة. لهنا هو قابل للتحوير. شنو المشكلة؟ جيب. أنا في اعتقادي ماهوش قرآن منزل قابل للتعديل. يا أخي شنو هي المشكلة؟ المرسوم 54 وضحاياه برشا. المرسوم 54 من الجانبين بخلد كورونا. ولكن ضحايا من تعرضوا لهتك الأعراض. نعم. ويعني ومس كرامتهم هو أكبر. باهي. وبالتالي لحظة بس خلينا هنا نوضحوه وهات نفرق الرومانة كما يتقال. المرسوم 54 بالأساس وقت اللي قريناه وقت اللي خرج وصدر وحكينا فيه وناقشناه في بلاتات سابقة. المرسوم 54 عليه جي بالأساس للناس اللي عندها انفلات في التصريحات كالناس اللي تبدأ وراء الكروم تاعها وتخربش لا تعرفك ولا ما تعرفكش وتهتك الأعراض وتدعي بالباطل وتقول فيك ما ليس فيك على كيفه وباللسم واللقب والصور. قلنا به المرسوم 54 به للناس هك لكل الأطراف معناه. نعم. به لحماية النظام لحماية المعارضة لحماية المواطنين الناس كل. لكن المرسوم 54 بس الترجمان لقيناه طبقة على صحفيين على إعلاميين اللي هو عندنا نحن بالأساس نحن مرسوم 116 والبخيس كريت 115 وفي وقت ما حتى فما بعض الزملاء في إعلام عمومي أيضا تحالوا على نظام وقانون الإرهاب وقلنا لي عندنا مرسوم 115 و116 حيل وحد فينا لا إعلاميين لا صحفيين لا غيرنا منا منازلين ومنا بعد اللي يغلط يخلص والقضاء هو الفيصل سوف كو عندنا قوانين. جيت في فترة ما حتى حديثة الفيل بغبغ الفيل شو اسمه الفيل بغبغ بربر هذاك هو الأغنية اللي أداوها زوز شبان وكل مؤسسة وكل واحد يجتهد ويملس ويعدي على 54 الشبان اللي تشدوا في نابل على غناية لولا تدخل رئيس الجمهورية وقال لهم سيبوا العبيد علاش تحيلوا فيهم على 54 رغم لليوم مازالوا موقفين مثلا الزوز هذاك. شوف خلي نتفاهموا في حاجتين. الحاجة الأولى أنه أولا من أوصلنا للقانون للمرسوم 54 هم الأطراف التي تآمرت من أجل أن لا يكون هنالك قانون منظم للمهنة وهم الأطراف اللي قعدت من 2011 إلى 2021 تعطل إصدار القانون هذايا لصالح من؟ خاطر كانت مستفيدة من حالة الفوضى من حالة هتك الأعراض. نتفكروا نحن أنا نذكركم بحاجة بسيطة تتفكروا شنو وتقال في شكري بالعيد بعد اغتياله الله يرحمه اي بتفكروا يعني حجم وبالتالي إيه عندنا اسهال الكتروني ليس اسهال ليس اسهال كان هنالك عمل كان هنالك مكتب 13 ممنهج نعم كانوا يخدموا خدمه ممنهجه لهتك الاعراض للشتم للتشويه والى اخره تبينك تشوف لليوم عندنا لي باج سبونسوريز نعم هذوكم البرا ما عادش موجودين في تونس اما كانوا موجودين في في ايش اسمه في مون بليزي واضح وبالتالي أيوة. اليوم القضيه وين انه القانون المرسوم 54 لو تم اصدار قانون لما صدر المرسوم 54 وبالتالي من تسبب في علاقه بالصحفيين هنا نعم من تسببوا في ان لا يكون هنالك قانون اليوم يتحملون المسؤوليه هذه في نقطه اولى. النقطه الثانيه وانا هذا ما قال كتبته في جريده الشروق وطلبت فيه بتعديل الفصل 24 من القانون 54 الذي يكون سالبا لحريه الصحفيين هذه قضيه يعني قضيه السجن طلبت وتطالب وما زلت اطالب علاش باش نبدل رايي انا طيب. كتبت مقال كانت حبيت راني ما عادش شو اسمه راني ما جبتش المقال وبالتالي نحن نطالب وكما قال السيد نوفل سعيد الذي لم التقيه في حياتي يعني باش يكون الجماعه واضحه عندهم الحكايه حتى البارح خرجنا مريناهوش مش لازم وبالتالي انا نقول انه تعديل القانون سيخفف من حجم الاحتقان وسيضع ولكن مهم ايضا ان يكون هنالك سعي جدي من اجل ان يكون هنالك قانون منظم ايوه لعمل للفوضى هذه يعني هل يعقل بربي باش نحكي على حاجه هل يعقل ان يتم الاعتداء قبل ايام على زميله صحفيه ومصور في احدى المسيرات اوكي وتلتزم هياكل المهنه اللي قايمه القيامه بالدفاع عن حريه الصحفيين وحقوقهم والى اخره الصمت بل تذهب تم الاعتداء عليه من طرف شكون؟ من طرف مظاهري نعطيك الاسماء زميله حذامي الطرابلسي وزميل مالك المصور اللي معاه تم الاعتداء عليهم كل الهياكل اللي تدعي حتى بيان رسمي من لم تصدر بالعكس تحب نزيدك
تموا الاتصال بهم وقالوا لهم انه اجاوا اختو جماعي يعتذروا منكم عنا في البيرو بوسخوك وتعدى. هل يعقل انه ناس تدعي الدفاع عن حرية الصحفيين من صفحة برنامج بلا قناع؟ معرفها زميلتي حليمة قرينا مع بعض. هل يعقل انه هيكل يدعي الدفاع عن حقوق الصحفيين وحريتهم والآخره يصبح وسيطا بين المعتدى عليه والمعتدي من أجل أن يتم التجاوز الاعتداء ولا يصدر بيانا؟ هذه نحكي في الإعلام ونحكي لك هي النقابة الوطنية للصحفيين التي للأسف الشديد أصبحت بوق سياسي. اليوم مقر النقابة لم يعد فيه صحفيين. خالد كرونة شو علاقة بالمرسوم 54؟ أنا أعتقد أنه معناها مرسوم 54 خذا حيز كبير في الفضاء العام والخاص. وهناك إجماع من كل الفاعلين على أنه هذا المرسوم هو مرسوم جائر وهو مرسوم، وهذا مش كلام جديد. احنا قلناه مش قلنا نقوله فيه اليوم على خطر تكلم زيد ولا عمر، قلناه في الإبان بعد يوم واحد من صدور المرسوم وما زلنا سنقوله. وهذا المرسوم هو مرسوم مكبل الحريات، رغم أنه خلينا باش نسيفهم شويه، راهو كل بلاد في العالم تحكي على الفصل 24 من المرسوم ولا المرسوم بروماتي؟ لا لا نحكي على فكرة المرسوم. المرسوم كفكرة راهو فيه نصيب كبير من المنطق. في كل بلاد في العالم ثم جرائم إلكترونية، ويلزم يكون ثم منظومة تقوم تهتك الأعراض يمينا وشمالا، يلزم يكون ثم منظومة تشريعية تحدد معناها المسموح والممنوع. يعني الفضاء هذايا خاصة احنا الفضاء هذايا هو فضاء مش ممكن هو مراقبته 100%. لكن كل الدول تراقب لي في بروفيل سوف كنت نجم فما اليوم عباد تنجم تهاجمك على العلن في بالهم بطولة حرية التعبير. نحاولوا باش نبنيو موقف معناها كيفاش نقولوا ماهوش عاطفي اما موقف فوندي. ليش هذه دولة تحترم؟ أي دولة تحترم روحها يلزم تكون عندها منظومة تشريعية تواجه بها الجرائم الإلكترونية اللي ما كانش مطلوب منها باش تخرج قوانين كما هذه 50 عام التالي، خاطر ما ثماش سامبلومون جرائم إلكترونية وقتها. تبقى شنو القانون اللي تخرجوا؟ هذا يخرج مرسوم. المرسوم ما مسش فقط الصحفيين، المرسوم ما مس مدونين. الأصل في العالم هو الحرية وليس التقييد. الأمر الثاني، ثم مبدأ في العالم الكل راهو اللي البوليتولوج الكل يعرفوه، اللي السلطة أي سلطة في العالم وقت اللي تلقى فضاء تلقى مجال ديما عندها توندونس للاستبداد. اش معناها؟ وقت اللي يبدأ المرسوم فيه عبارات عائمة فلوتونت فضفاضة، فيه شافة أمور فضفاضة، فيه منين مداخل اللي تؤبد أو اللي تدخل منها السلط. أيوة. أنت حط روحك وكيل جمهورية، جيك بلاغ من ضابط العدلية في فلان الفلاني بناء على المرسوم 54، وتأويلك لك الجملة هذيك ولا تأويلك لك الكلمة هذيك يسمح لك باش تحيل به السيد ذاك على أنظار المحكمة. يوليوا عندنا آلاف من الناس وحيلوا على أنظار المحكمة لمجرد كلام في الكثير من الأحيان لم يكن فيه. نعطيكم مثال صارخ منذ أقل من شهر، وحيل شاب على أنظار محكمة، وسأقول في محكمة القروان زادة، لأنه طرفش عمل حزب سياسي معترف به ومازال ناشط لتو في البلاد، خرج بيان على صفحته. الشاب هذايا خذا اللحظه هذيك وعاود حطها على صفحته، معناها عبال بارتاج. لقى روحه الحزب ما لقاش روحه في مساءله قانونيه، شوفوا المهزله اللي صارت. والشاب هذايا لقى روحه في مساءله قانونيه وتوقف كام يوم ومن بعد اطلقوا القاضي. هذيك حبينا نقولوا لازم نسكروا ملف هذايا. اجتهادات ربما هذا لابد من لا مش اجتهادات. وقت اللي عندك مئات من الناس دخلوا للسجن، شوف الامر لا ينبغي يسكت عليه. بإيجاز منيش تصدر لك في رايك من الغالب، وانت زاد بإيجاز رفيق دريدي باش نمشيو للفقره تاعك على الاداره، خلينا برشا وقت. نحكي وزينة على مسألة تدخل العائلة وما يشاع وما يقال في هذا الإطار. فنوفل سعيد البارح يوضح كونه العائلة لا تتدخل في قرارات رئيس الجمهورية، بل بالعكس كونه ما تتبناش فكرة تأثير العائلة في القرار السياسي واستغلال سيرة القرابة لتحقيق مصالح شخصية. واحد من الناس اشكون شد عليا معناتها تدخل في رخصه، ولا بدلت صيغه ارض، ولا فكيت رزق انسان، ولا دخلت باش نفك رزق انسان، ولا كذا، ثم هذا منه؟ ولا عندي قال والله سماس راه منتشره في البلاد معناتها باش نسمسر ونبيعونش، هذا ما ثماش. وكامل افراد العائله معناتها صحيح نحن دعمنا السيد الرئيس لانه نؤمن بالشيء اللي يقوم به، سواء عائله السيد الرئيس ولا عائله حرم السيد الرئيس، معناتها ناس نظاف تتحرك بتلقائيه وعفويه كانت معناتها مفهومه. انا في اعتقادي كلام
هذا وهي، ومش معناتك تقول فكرة العائلة معناتها ضرورة العائلة باش تتدخل لتوظيف السلطة وباش تاخذ مغانم خاصة وكذا، أبعد ما يكون علينا المسألة هذه، ومناش طرحينها على أنفسنا، ناس عاديين بوسطاء نحبوا هالبلاد هذه لا أكثر ولا أقل. بالتالي اليوم دور العائلة تقول نحن دورنا انحصر في الحملة الرئاسية التفسيرية لا أكثر ولا أقل، والعائلة سواء من جهة السيد الرئيس ولا من جهة حرم سيد الرئيس، شفتوهم أنتم متواجدين في الحمل. هذا هو واضح حسم الامر بس الترجمان بايجاز في علاقه بتدخل العائله يعني تدخل العائله. نقول حاجه واحده، مع تحيات ولاد رشد الغنوشي ونصيبه في لندن، ومع تحيات حافظ قايد السبسي، اكثر من هكا ما عندي منظير. خالد كرون، في الاثر الحلال بين الحرام بين وبينهما امور متشابهات فاتقوا الشبهات. هذا تعليق تويت عينك على الاداره. عينك على الإدارة. تعزيز أسطول شركة نقل تونس ب 75 حافلة جديدة مستعملة وصلوا من فرنسا إلى ميناء حلق الواد، وين موجود مباشرة ضياء ديليكري في تحياتي ضياء. أهلا وسهلا، اللي تفرجوا فينا على لايف ستريمينج نجموا تشوفوا صور الحافلات الجديدة. مرحبا كريفي. مرحبا زينة، تحياتي لك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. أيضا كيف كنت تقول أنا موجود حاليا في ميناء حلق الواد. اليوم شركة نقل تونس استقبلت دفعة من 75 حافلة جاءوا في إطار صفقة في إطار 300 حافلة لجيوش تونس قبل ما يوفى سنة 2024. إذن أنا موجود حاليا سعيد جدا بجانب المدير المركزي لشبكة الحافلات في شركة نقل تونس نبيل مصمودي. نبيل تحياتي، عسلنا مرحبا ومرحبا مستمعين إذاعة وطنية. الشكر لك والشكر للتعاون والشكر اللي خليتنا معكم. اللي تابع فينا نجم يشوف الفيديو اللي كنت نصور فيه بكري شوية، تحدثت مع بعض السواق، تحدثت مع المتفقدين، شفنا الحالة نتاع الحافلات وبجنبي المسؤول كما نقولوا دكتور جزر. سي نبيل، معدل العمر تاع الحافلات هذوما قداش؟ والله بين 16 و 15 سنة حسب الكونتراكت اللي عملناه احنا مع الوكالة الفرنسية للنقل في باريس. كيفاش تم اختيار الحافلات هذوما؟ هذوما وقعت اختيارها من طرف لجنة وقع اختيارها من فرنسا، اختارت الحافلات من احسن الحافلات اللي تم مع البروبوزي. دونك تتمثل اللجنة في زوج إطارات من شركة نقل تونس، وإطار من الوكالة الفنية للنقل البري، وإطار من الإدارة العامة للنقل البري. دونك هما اللي مشاو. دونك الحالة نتاعهم تويكا جيدة جدا. كيما تشوفوا الحالة باهية، جيدة نجمو نقولوا جيدة. الشيء اللي يميز الحافلات هذوما مقارنة بالكيران الصفر نتاعنا؟ هذوما حافلات محافظة على البيئة. هذا الشيء لورو 5 احنا قبل نجيبوا شيء لورو 3، لورو 5 فيه منفوق كاتاليتيك، هذا الكاتاليزور اللي يطفي الهواء. الخطوط اللي باش يخدموا عليهم ضياء الدين الكريفي. نعم؟ الخطوط فين باش يتم توزيع الحافلات؟ أولوية نجم نقولوا احنا باش يوقع 70 سيتو حافظ النظام، منطقة رواد بالسود عندنا زاد شويه نقص بالسود، والجي بي سات بيسور بتاعت بوربا واحد. ما هذيا كدفعه ثالثه، زاد عندنا دفعه رابعه اللي هي ان شاء الله من هنا اواخر سنه 2024 تخلص، اللي هي تمثل في حافله، وان شاء الله باش يوقع دعم وتدعيم النقل على تونس الكبرى. جيد جدا واضح. شكرا جزيلا ضياء الدين الكريفي، وشكرا لضيفك. الفيديو تلقاه على صفحتنا استوديو الوطنيه وصفحه الاذاعه الوطنيه. شكرا خالد كرونة، شكرا فيصل ترجمين، شكرا رفيق قدريدي. موعدنا راجعين بعد الاخبار. ضيفي اليوم في الانترفيو الاستاذ رمزي جبابلي مدير حمله المترشح العايش زمال هذه استوديو الوطنيه. مرحبا، تابعونا على فيسبوك انستغرام.